وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله في تاني حلقه من حلقات اوكرانيا هنقدم حلويات تقليديه اوكرانيه. اول حاجه هنقدمها مع بعض هتكون الهاني كيك او كيك العسل المشهور في اوكرانيا، وتاني حاجه هنقدمها مع بعض هيكون ريجولاتش، وده هيكون محشي بعين الجمل. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل حلويات دي مع بعض. أهلاً وسهلاً بيكم. نعمل أول وصفة في حلقة النهاردة، تاني حلقة من أوكرانيا، وهي كيك العسل. ومقادير الكيك هيكون 3 معلقة كبيرة عسل، 50 جرام زبدة، 200 جرام سكر، 1 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 2 بيض، و350 جرام دقيق. بالنسبة للحشو هيكون 125 جرام لبن، 1 بيض، 200 جرام سكر، 30 جرام دقيق، 500 جرام لبن، 50 جرام زبدة، و10 جرام فانيليا. هنبتدي بالكيك. هنحط الزبدة والعسل والسكر على النار لحد السكر ما يدوب وكمان الزبدة تدوب. وبعد كده هنحط عليهم البيكنج سودا ونخلطهم مع البيض، وبعدين هنحط الخليط ده كله فوق الدقيق في العجان. في نفس الوقت نبتدي نسخن اللبن للحشو علشان يبقى سخن لما نبقى جاهزين نعمل الحشو. ولحد اللبن ما يجهز ويسخن هنحط السكر والبيضة نخلطهم مع بعض. وبعدين هنحط معاهم الجزء الصغير من اللبن والدقيق. ودول اللي هنحط عليهم اللبن اللي بيتغلى دلوقتي على النار، ونرجعهم على النار ونطبخهم لحد ما يتخن. اوكي، السكر والزبده قربوا يسيحوا. نضرب البيض خفيف. اوكي، السكر والزبده كده جاهزين. هنشيلهم من على النار وهنحط عليهم البيكنج سودا ونقلبها معاهم. بيكنج سودا هتخليهم يفوروا طبعا شويه زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. هنحط جزء بسيط منهم مع البيض ونقلبه بسرعه، لان لو حطينا البيض في درجه الحراره العاليه دي هيعمل زي الاوملت على طول، هيتطبخ، فلازم نخففه شوية بجزء من الخليط وبعدين نرجعه تاني هنا. وبعدين هنشغل العجان وهنحط ده فوق الدقيق.
زي ما احنا شايفين العجينه هتبقى لازقه شويه، هتبقى طريه، ما ينفعش خالص ان هي تتفرد دلوقتي لان احنا محتاجين نفردها، فلازم تدخل الثلاجه وتقعد تاخد راحتها خالص لحد ما ينفع ان احنا نفردها. وده هيكون شكلها بعد ما بتطلع من التلاجة، لسه برضو بتلزق شوية بس نقدر نفردها بالطريقة دي. نكمل الحشو. اللبن اوريدي بيغلي، هنحطه مع العجينة اللي عملناها من البيض والسكر والدقيق واللبن، وبعدين هنرجعه تاني على النار وهنطبخه لحد ما يتخن، وبعد كده هنحط عليه الزبدة والفانيليا. زي ما احنا شايفين ابتدى يبقى سميك وبيغلي، نشيله من على النار وهنحط معاه الفانيليا والزبدة وندوبهم مع بعض، وبعد كده لما يوصل لدرجة حرارة الغرفة هندخله التلاجة لحد ما يمسك نفسه خالص علشان نقدر نستعمله. دلوقتي نفرد عجينة الهاني كيك. أنا هعمل حتة صغيرة مش كبيرة، ما بنحتاجش حتة، يعني الهاني كيك نفسها بتبقى رفيعة قوي. أنا عايزة أعمل دايرة واحدة بس، هنعملها أرفع حاجة ممكنة. ونخلي بالنا لأن هي بتلزق بسهولة قوي. وهنفرد العجينة كلها بالشكل ده، زي ما احنا شايفين رفع يدوب ملي، رفيعة خالص. وهنجيب أي قطعة، أو لو ما عندناش ممكن حاجة زي المدخل ده، ونقطع الحجم اللي احنا عايزينه ونحطه في صينية وهندخله الفرن على درجة حرارة 180، وهتقعد في الفرن حوالي 10 دقايق أو يمكن أقل كمان شوية لحد ما تبقى، مش عايزينها تنشف، هتبقى يعني لسه طرية شوية بس ماسكة نفسها. ودلوقتي أدخل دي الفرن. وهنعمل 8 طبقات من العجين. ده عادة بيبقى عدد الطبقات في الهاني كيك. وعندنا بقية العجين خبزناه برضو وبعدين عملنا فرمناه كده لأن ده اللي هنغطي بيه جوانب الكيك. وده الحشو بعد ما بقى جامد في التلاجة ونقدر نستعمله نحشي بيه الكيك. هناخد واحدة واحدة، هنحشي الهاني كيك، ما نحطش كتير لأن عدد الطبقات كبير، فيدوب بس إن هما يمسكوا في بعض. وهي بتنشف بعد شوية لما بتطلع من الفرن، بس الحشو اللي احنا بنحطه عليها ده يفضل ان هي تبات في التلاجة بيه، وبالتالي بترجع تطرى تاني علشان تبقى سهلة التقطيع.
وبعدين دول حدهنهم على ايدي كده اسهل عشان الكيكه ما تقعدش تتحرك معايا. واخر واحدة هنحطها فوق عشان نغطيها دلوقتي، وبعدين هنغطي الجناب. ونخلي بالنا واحنا بنشتغل ان هي تفضل متساويه. كيف هذه الحته صغيره، هننظف الطبق. وبعدين هنجيب الجزء اللي كسرناه من زيادة العجين وهنبتدي نحطه في جوانب الكيك. وطبعا الزيادة كلها هنشيلها. وبكده نكون خلصنا الهاني كيك أو كيك العسل الأوكراني، ويا رب تكون عجبتكم. دلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض. وسهلا بكم، نعمل تاني وصفة من تاني حلقة من حلقات أوكرانيا، وهي الراجولاتش، وما هيكون محشي بعين الجمل و بالزبيب والكرامبري مجفف.
الرجولات شحن الجمل بالنسبة للعجينة هتكون 1 كوب زبدة، 1 كوب لبن دافي، 4 كوب دقيق، وواحد معلقة كبيرة خميرة. بالنسبة للحشو 1 كوب عين جمل مجروش، 1/2 كوب كرامبري، 1/2 كوب زبيب، 3 معلقة كبيرة سكر، 1 معلقة صغيرة قرفة، و 300 جرام مربى مشمش، وسكر بودرة للرش فوق الوش. المقادير دي كلها ما عدا المربى هنحطها في الفود بروسيسور ونخلطهم كلهم مع بعض، وهيكون ده شكلهم. بالنسبة للعجين هنحط الخميرة مع اللبن الدافي، وهنحط معاهم لو ما فيش سكر في العجين ممكن نحط معلقة من الدقيق، وهو برضو هيكون مغذي للخميرة وهتتفاعل بسرعة. وبعد كده لما تتفاعل هنحط بقية الدقيق والزبدة. ونخلطهم مع بعض. طبعا العجينة لسه محتاجة تتضرب أكتر من كده شوية، بس تقريبا ده بيكون الملمس بتاعها. وبعد كده بنسيبها تخمر لحد ما تتضاعف في الحجم، وده بيكون شكلها. هاخد نصها ونبتدي نفردها. عايزين نعملها على شكل دايرة. اوكي، هي تقريبا كده شكل دايرة. طبعا الأطراف ممكن نسويها. هنسوي الأطراف عشان تبقى شكلها حلو. وبعدين بعد كده هنقطعها إلى 8 مثلثات. هناخد الخليط اللي فرمناه مع بعض في الفود بروسيسور، هنحط معاه مربى الكمية اللي نحبها، نخلطهم مع بعض. وبعدين هنجيب كمية من حشو عين الجمل ونحطه في الريجولاتش، وهنلفه زي كراسون. وهنخلي الحته اللي في الاخر، الطرف اللي في الاخر دي من تحت عشان ما يفتحش في الفرن. ونعمل نفس الحكايه. هنجيب صينية نحطهم في الصينية وندخلهم فرن بدرجة حرارة 180، وهيقعدوا في الفرن حوالي 3 ساعة. وده هيكون شكل الريجولاتش بعد ما يطلع من الفرن. وآخر حاجة بنعملها بنرش عليه شوية سكر بودرة. وبكده
يكون جاهز، ويا رب تجربوه ويعجبكم. وأشوفكم بكرة إن شاء الله في ثالث حلقة من حلقات أوكرانيا، نعمل فيها وصفات تانية جديدة بإذن الله.